بوابة الخط العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، وماذا بعد عهد عثمان؟ وقعت مرحلة جديدة، انتبهوا لأن هذا سيقابلنا بقوة له، يعني هذا جوهري في فهم أو في خلال تطبيقنا على المصاحف الموجودة الآن، مصحف القاهرة، مصحف توبكابي في اسطنبول، مصحف القيروان، مصحف اليمن. هناك أصبحت هناك مرحلة التوثيق النصي، أو أقول لا التوثيق النصي، أقول التوثيق التفصيلي للكتابة العثمانية. نستطيع أن نقول هو توثيق الكتابة، توثيق الكتابة، يعني ليست هي، ليس المقصود هنا نسخ ما في المصاحف، ولكن تدوين ما في المصاحف، تدوين هيئة ما في المصاحف. يعني لا نكتب الآية، لا نكتب السور، ولكن نكتب وجدنا في مصحف عثمان كذا، ووجدنا كذا، ومكتوب كذا، وكلمة كذا مكتوبة بالطريقة الفلانية، وكلمة كذا مكتوبة بالطريقة الفلانية، والمصاحف المدنية فيها كذا وكذا، والمصاحف الكوفية فيها كذا وكذا، والمصاحف الشامية فيها كذا وكذا، أي المنسوخة عن المصحف الشامي، والمنسوخة عن المصحف المدني، والمنسوخة عن المصحف البصري أو الكوفي أو المكي. فأصبح هناك عملية توصيف، توثيق الوصف، وهي عملية أكثر دقة، أكثر عمقا في التوثيق. قام بها علماء أوائل، قام بها علماء كثيرون، ولكن استقر الوضع الآن، واعتمد في ذلك على عالمين اثنين. العالم الأول هو أبو عمرو الداني، والعالم الثاني هو أبو داود سليمان ابن نجاح، تلميذ أبي عمرو الداني. إذا فتحتم التعريف في آخر المصحف تجدون أن هذا الكتاب كتب على أن هذا المصحف كتب على ما يوافق الرسم العثماني أو الكتابة العثمانية وفق أبي عمرو الداني وأبي داود سليمان بن نجاح، أو قريب من هذا النص. هذان العالمان ماذا فعلا؟ قام برواية كل ما في المصاحف العثمانية من طريقة الكتابة. يعني قالوا المصاحف العثمانية فيها كلمة ذلك الكتاب في أول البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، كتبت كلمة الكتاب بدون الألف. وقالوا المصاحف العثمانية كتبت كلمة فأنجيناكم بدون الألف، كتبت كلمة وجيء بألف أو وجاء بألف أو بغير ألف، وكتبت كلمة إبراهيم، كتبت كلمة إبراهيم مرة في موضع كذا وكذا بالياء، وفي موضع كذا وكذا بغير ياء، وهكذا. هي عملية تسجيل للكلمات في المصاحف العثمانية، تسجيل للكلمات في المصاحف العثمانية، وكانت هذه هي آخر مراحل التوثيق. الآن نكون قد عرفنا القاعدة التوثيقية، بل أطلنا فيها كذلك. الآن إذا جاء مصحف قديم، إذا وقع في أيدينا مصحف قديم ووجدنا أنه يخالف ما سجله العلماء عن المصاحف العثمانية الأولى، أو أنه يخالف القرآن المسموع، بماذا نحكم على هذا المصحف؟ نقول إن فيه خطأ، ونقول إنه لا يمكن أن يكون مصحفا عثمانيا. ومن أين حكمت أنه ليس مصحف عثمان؟ فيه أخطاء، وهو مصحف عثمان وفيه أخطاء، لأن بعض النصارى الآن نشروا، أتوا بمصحف تشقند، المصحف الذي في تشقند، واستخرجوا منه بعض الأخطاء الكتابية، وقالوا انظروا مصحف عثمان فيه أخطاء ويختلف عن المصاحف التي في أيدينا اليوم. نقول لهم ومن أين أتيتم بأن هذا المصحف فيه أخطاء، بأن هذا المصحف مصحف عثمان وفيه أخطاء؟ يقولون ها هو مصحف عثمان،
نقول لهم وأنتم تعرفون أنها مصحف عثمان، نقول ما ينتشر عند عوام المسلمين، ما ينتشر عند الجهلة لا يكون أبدا مصحف عثمان، لا يكون أبدا حجة على أن هذا المصحف هو مصحف عثمان. هذا شيء. الشيء الثاني، ليس كل مصحف مكتوب على الجلد وبالخط القديم يكون مصحف عثمان. إذن كيف تقفون على مصحف عثمان؟ نقول مصحف عثمان نقف عليه من خلال قواعد معينة، وهو أن هذا المصحف تم تسجيل كل ما فيه من الكتابات، وهذا المصحف متداول. فالقرآن المتداول بالسماع الآن لو خالفه أي مصحف آخر نقول هذا المصحف لا يمكن أن يكون مصحف عثمان. القرآن الذي يحفظه طفل صغير الآن لو تعارض مع مخطوطة من المخطوطات قديمة جدا، يعني مخطوطة من القرن الأول، تعارضت مع قرآن يقرأه طفل عمره 10 سنوات أو 9 سنوات أو 7 أو 6 سنوات، الطفل صحيح والمصحف فيه خطأ. لماذا؟ لأن هذا القرآن الذي يتلوه الطفل إذا كان قد تلقاه بطريقة صحيحة من خلال أسانيد صحيحة فهو القرآن المتواتر المتوافق مع المصاحف المنتشرة، ولا يمكن أبدا أن يقدم عليه مصحف لأنه قديم. وكذلك إذا خالف المصحف ما في المصاحف العثمانية، إذا خالف المصحف ما في المصاحف العثمانية التي نعرفها من خلال تدوين العلماء وعلى رأسهم أبو عمرو الداني وأبو داود سليمان بن نجاح، نقول هو أيضا ليس من المصاحف العثمانية. يعني مثلا لما نجد في مصحف طشقند، نجد أو في مصحف اليمن مثلا، نجد كلمة حتى كتبت بألف واقفة، لا ألف يائية، لا بحرف الياء المعروفة الألف اللينة، هذه كتبت بألف واقفة، أو كلمة على كتبت بلم ألف، على التي نعرفها الصحيحة عين ولام وألف مدية أو ألف يائية، إذا كتبت على عين لم ألف هذه لا يمكن أن تكون مصاحف عثمانية. لماذا؟ لأن المصاحف العثمانية كلمة حتى وكلمة على كتبت فيها من خلال الألف اليائية. إذن نقف على صحة مصحف من أي مصحف من المصاحف يقع في أيدينا لا بد أن يقاس على المصاحف العثمانية. تقول لكيف تقيسه على المصاحف العثمانية وهو أصلا نفسه نريد أن نرى أن نعرف هل هو مصحف عثماني أم لا؟ نقول لأن المصاحف العثمانية موجودة يا رجل، المصاحف العثمانية كيف موجودة؟ لأنها متداولة بالسماع ومتداولة بتسجيل التوصيف أو بتسجيل وصف كتابتها أو بتسجيل الرسم، نقول تسجيل الرسم، تسجيل طريقة الكتابة. احفظوا هذين العنصرين، العنصر الأول هو السماع الحفظ، العنصر الثاني هو تسجيل طريقة الكتابة في كتب أبي عمرو الداني وأبي داود سليمان ابن نجاح. هل تعلمون قضية الأسانيد الآن؟ الإجازات القرآنية، يقول فلان هذا معه إجازة برواية حفص، إجازة برواية كذا، هل تعلمون ما معنى ذلك؟ معناه أنه سمع، أنه قرأ القرآن على شيخه، كما قرأه شيخه على شيخه، كما قرأه شيخه على شيخه، هكذا 27 أو 28 أو 29 أو 30 رجل، إلى الصحابة، إلى أبي بن كعب، إلى عبد الله بن عباس، إلى علي بن أبي طالب، عن زيد بن ثابت أو زيد بن ثابت، عن أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا سلسلة الرجال المتواترة، أي التي اشتهرت فلا يحتمل فيها الخطأ، لا يوجد فيها احتمال للخطأ إطلاقا. فالقرآن الآن متواتر، أكثر كلام منقول من جيل إلى جيل القرآن، منذ الجيل الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أطفالنا الآن، القرآن ينتقل سماعا، وهذا ما لا يعرفه كثير من المسلمين، وما لا يعرفه أصلا تقريبا كل أعداء الدين الإسلامي الذين يطعنون في القرآن. القرآن ليس قضية المكتوب في الأوراق، القرآن مسموع
هذا هو القطب الأول، القرآن مسموع. القطب الثاني، المصاحف العثمانية مكتوبة، ونحن الآن نعلم كل ما في المصاحف العثمانية من غير أن نرى المصاحف العثمانية. نحن الآن نرى كل ما في المصاحف العثمانية من غير أن نلمسها بأيدينا. لماذا؟ لأن كل ما فيها أولا يوافق المسموع، وثانيا دون في مصنفات التوصيف الرسمي أو التوصيف لطريقة الكتابة في كتب أبي عمرو الداني وأبي داود سليمان ابن نجاح. فلو وقع الآن في أيدينا مصحف قديم مكتوب بخط قديم جدا، الخط المدني حتى قبل الخط الكوفي، لو وقع هذا في أيدينا فوجدناه يتوافق تماما مع، أي وجدناه يتوافق تاريخيا أن يكون من القرن الأول، ووجدناه يتوافق تماما مع القرآن المسموع، ووجدناه يتوافق مع ما كتبه العلماء حول الرسم العثماني، فنقول نعم، إذن يحتمل أن يكون هذا المصحف هو مصحف عثمان، وقد نجزم أنه مصحف عثمان رضي الله عنه. ولكن إذا وقع في أيدينا مصحف وجدناه يخالف المسموع، كمصحف تاشقند، كالمصحف الذي في تاشقند عاصمة أوزبكستان، أو وقع في أيدينا مصحف وجدنا طريقة كتابته تخالف ما دونوه عن المصاحف العثمانية، نقول هنا لا يمكن أن يكون قطعا مصحفا عثمانيا. فإن قيل لنا وكيف تحكمون على ذلك ونحن في طور البحث عن المصاحف العثمانية، نقول لمن يخالفنا عليك أن تعرف أن المصاحف العثمانية موجودة الآن بالسماع المتواتر وبالتدوين لما فيها من الرسم من خلال كتب أهل العلم وعلى رأسهم أبي عمرو الداني وأبي داود. فهذان عنصران أو ميزانان أو معياران للحكم على المصاحف العثمانية، احفظوهما: الأول موافقته للقرآن المسموع، والثاني موافقته لما دونه العلماء الأوائل عن الرسم الذي في مصاحف عثمان أو طريقة الكتابة في مصاحف عثمان. وتلك هي المقدمة النظرية والتقعيدية حول ذلك. والحلقة الثانية وهي الأخيرة إن شاء الله تعالى في تطبيقات على أشهر المصاحف الآن، وأطبق على المصحف الأول هو مصحف القاهرة. المصحف الأول هو مصحف القاهرة الذي كان محفوظا في المسجد الحسيني، والمصحف الثاني هو مصحف توبقابي في اسطنبول، والمصحف الثالث هو مصحف تاشقند الموجود في تاشقند عاصمة أوزبكستان. فهذه هي المصاحف الثلاثة الأشهر التي تعرف بأنها مصاحف عثمان رضي الله تعالى عنه. وسوف أبين لماذا خصصت كذلك هذه المصاحف الثلاث بالدراسة. فإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله جل وعلا أن تكون قد وقعت الإفادة بهذه الحلقة، ويمكن أن نتلقى أي استفسار أو سؤال حول مادة هذه الحلقة الأولى قبل أن ننتقل إلى الثانية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.